عاد معنا الدكتور يحيى الطائي الناطق باسم هيئة علماء المسلمين في العراق. مرحبا بك مرة أخرى دكتور يحيى. تفضل دكتور، يعني سألتك عن حراك الشعب الفلسطيني، كيف تنظرون إليه؟ أخي الكريم، كما أسلفنا، الشعوب الحية المؤمنة لا تفرط بحقها وأرض ولا تفرط بأرضها وبمقدساتها، وهذا شأن كل الشعوب الحية المؤمنة في المنطقة. وكما تعلم أخي الكريم بأن هذا اليوم هو ذكرى للمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني عندما خرج الفلسطينيون في عام 1976 في 30 آذار، من عندما قامت قوات الاحتلال بمصادرة آلاف من الدونمات في الجليل وفي النقب وفي المثلث وغيرها من أجل تحت لافتة بين هلالين تطوير الجليل، وهو جزء من عملية تهويد المنطقة. الشعب الفلسطيني يضرب مثلا كبيرا في التضحية وفي الصمود اتجاه كل المخططات التي تقوم بها سلطات الكيان الصهيوني على أرض فلسطين المغتصبة، وبالتالي هو مثل أعلى لكل حركات المقاومة والمجاهدة في العالم وفي المنطقة العربية. يعني الاحتلال تمادى في انتهاكاته وقتل مدنيين، لماذا من وجهة نظرك؟ لماذا هذا التمادي والاستمرار في التمادي؟ بالتأكيد أخي الكريم، الاحتلال الصهيوني وكل الاحتلالات في العالم دائما سلاحها هي إزهاق أرواح الأبرياء من المدنيين والأطفال والنساء وكل من يقف أمام مشاريعهم التوسعية من أجل أن يرسخ قدمه على تلك الأرض. وهذا أيضا فعل في كثير من يعني حصل في العراق وحصل في فلسطين وحصل في كثير، من أجل إرغام تلك الشعوب وإذلالها على أن تقبل بمشاريع التسويات التي ستفرضها قوة هذا الاحتلال. دعوتم دكتور يحيى في الهيئة أن تتحرك الأمة الإسلامية لدعم القضية الفلسطينية، ما طبيعة هذا الدعم؟ ما طبيعة هذا التحرك؟ أخي الكريم، يعني هذا ترجم اليوم خلال أيضا البيان من خلال المؤتمر بأنه يجب رفض المشاريع الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وإنهائها كمشروع صفقة القرن وغيرها، وكذلك تبني الميثاق علماء الأمة في مواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب بكل أشكاله. الآن نجد هناك حملة كبيرة للتطبيع تجري بين كثير من الدول وبين الكيان الصهيوني، هذا معناتها إنهاء للقضية الفلسطينية. كذلك يعني دعوة المقاطعة الاقتصادية للبضائع الإسرائيلية والبضائع الأمريكية وكل من يساهم في مشاريع إنهاء قضايا الأمة والقضية الفلسطينية على رأسها، كل هذا يحتاج جهد كبير من الأمة سواء شعوبا ومنظمات مجتمع مدني وحكاما وغيرهم. يجب أن يكون هناك عملا منظما من أجل الصمود بوجه هذه المشاريع التي تهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية وإنهاء قضايا الأمة كلها في المنطقة. اليوم هيئة علماء المسلمين شاركت في ملتقى نصرة القضية الفلسطينية في إسطنبول، إلى جانب أيضا نخبة من العلماء الأتراك والشخصيات السياسية والإعلامية، وأنتم أيضا حاضرون دكتور يحيى في هذا المؤتمر. هل حدثتنا عن دور العلماء المطلوب في دعم القضية الفلسطينية؟ أخي الكريم، حقيقة اليوم تمخض المؤتمر عن كثير من المقررات، منها جعل القضية الفلسطينية قضية حية في ضمير الأمة وفي ضمير المجتمع العربي والإسلامي والدولي. أيضا علماء الأمة لهم دور كبير في نصرة هذه القضية وفي توجيه الجماهير من أجل أن يعتبروا هذه القضية ليست قضية فلسطين أو قضية تخص الفلسطينيين، وإنما هي قضية أمة، قضية مقدسات. نحن نتكلم عن أولى القبلتين وثاني الحرمين الشريفين، فبالتالي علماء الأمة دورهم كبير في إحياء هذا في ضمائر الأمة وفي أيضا تثقيف الناس وفي جعل القضية الفلسطينية هي قضية مركزية رغم كل الآلام التي تمر بها الأمة، سواء الآلام والجراح في العراق أو في سوريا أو في اليمن أو في كل بقاع الأراضي الإسلامية، تبقى قضية فلسطين هي القضية المحورية وقضية الأمة الأولى. شكرا جزيلا لك دكتور يحيى الطائي الناطق باسم هيئة علماء المسلمين في العراق.